في الوقت الحالي التكفل الصحي نتاع على العائله. الان بعد قليل سوف تنطلق سياره الاسعاف تحول الوالده من مستشفى عين الكبيره الى مستشفى دويره. اما البنت فهي في حاله الجروح نتاعها خفيفه وراهي في حاله مستقره، لا داعيه للقلق. اما فيما يتعلق بالعائله طبيعه الحال قلته منذ حين الدولة لن تتخلى عن مهامها وسوف تتكفل بالعائلة. هذا البناء ريفي استفدت منه العائلة في 2018، وأكيد أن الدولة راح تأخذ القرارات اللازمة للتكفل بهذه العائلة. لكن ما يهمنا الآن في الوقت الحالي هو التكفل الصحي بالجرحى الأم والبنت. اما الطفل فربي ربي ربي يرحمه ويوسع عليه. الطفل يبلغ عمره حوالي سنتين، ربي يرحمه ويوسع عليه، ونقدم تعازينا الخالصه للعائله، ربي يرزق الصبر ان شاء الله. هذا ما كان، ولكن الامر الذي اؤكد عليه بالتنسيق مع كل السلطات المعنيه هي التحقيق الذي سوف يبين سبب أو أسباب هذا الانفجار مع طبيعة الحال تحديد المسؤوليات. ربي يرحم الطفل ويوسع عليه. حنا الوالدة دروك نقلوها ندوها للمستشفى الدويرة دروك بعد ندوها المستشفى الدويرة. اما الطفله الصغيره البنت راهي في حاله لا باس، يعني ما نتحيروش عليها. الوالده درك بعد قليل راح تنقل الى مستشفى مختص في الدويرة بالعاصمه للتكفل بها في احسن ظروف ان شاء الله. والطفل ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله يا رب العالمين. وحنا رانا هنا، مرحبا بكم. احنا رانا هنا، مرحبا بكم. احنا الحمد لله وقفت معنا الناس كامل، وقفت معنا سواء السلطات، سواء من البلديه، من الدائره، من الدرك، الحمايه، الامن، من الولايه. الحمد لله ومرحبا بكم في كل وقت. احنا رانا هنا وحنا شي اللي جاب ربي مرحبا به. احنا رانا هنا وعلى بالي باللي حتى المواطنين تاع المنطقه والله ماشي والله غير هما اللي ما يخلوكمش. خرجوا منا قبل مني، انا اللي جا قبل من حكم من الدار هيت ولقيتهم هنا. الحمد لله. هذا امر الله. والحمد لله الحمد لله واقفه ان شاء الله. والحمد لله رانا هنا. عندك لي تسع. ما كان حتى اشكال. بارك الله فيك. هنا الحمد لله بارك الله فيك. تحب ندبروك في بابور ونعوض لهم هنا هذا البناء الريفي. يعني هذا الاولى والاخرى والمعنيه وقريب يلحق ان شاء الله، مول الدار ومول العائله. انا بباعك وفعل كبير هذا. تاخذ قرارات بصح حتى هو لازم يدخل قرارات. هذا البناء الريفي هذا اللي تهدم من جراء الانفجار راح يتم تعويضه. راح نعطوا العائلة بناء ريفي واحد اخر، نعوضوا لهم. بارك الله فيكم يا سيدي. وهنا انت مادام انت راك جد العائلة وراك راح تكفل بالايواء نتاعهم في انتظار اننا نعطيو لهم هذا البناء الريفي. الشيء اللي يخصكم رانا هنا. بارك الله فيكم. انا نقولها الشيء اللي يخصكم رانا هنا. بارك الله فيكم. ها؟ ربي يسلمك. والمواطنين كامل ان شاء الله. لا هذا واجب، وانا راني عارف باللي المواطنين ما يخلوكمش. بارك الله فيك. هذه العائله اللي عاشت هذا الحديث ما نخلوهاش تحس باللي راهي وحدها. رانا كلنا معاها، الدوله، المواطنين، الجيران، العائله، كل واحد واقف معاهم. الحمد لله. هذه وانت هنا مره اخرى الحاج، الشيء اللي هنا في الشيء اللي يخص رانا هنا. بارك الله فيك. هذا هو. فرصة أننا نشكر مرة أخرى هذه الهبة التضامنية لما يشغري باع
ماهيش غريبه على الجزائري وماهيش غريبه على المواطن الصيفي. هذه الهبه التضامنيه اللي فور وقوع الحادث سمعنا جد العائله وينذكر انه من الوهله الاولى الهبه التضامنيه تاع الجيران تاع العائله كلهم التفوا حول الضحايا. وهذا شيء موش غريب علينا. يعني انا نقول باللي في هذه اللحظه بالذات، هذه اللحظه نتاع الحادثه اللي عشتها العائله، لازم كنا نكون واقفين وراء هذه العائله كل نحن كسلطات وكمواطنين للتكفل الاحسن والامثل بهم صحيا واجتماعيا وكذلك نفسيا، لان حادثه كما هذه من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه النفسيه اكيد راح تخلي اثارها، لكن بوقوف الجميع سوف نخفف الضرر النفسي الذي ممكن ان يقع من جراء هذه الحادثه. رانا هنا كنت هارب العالمين، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ما نقوله. رانا هنا. ربي يرحم الطفل اللي توفى والعائله، ربي يعوض لهم ان شاء الله. الدار مخلوفه. كان غير يحكموا لربي هذو الرويحه. بركات ان شاء الله.